عن الانهيرتنس افكتور. الانهيرتنس افكتور ده عبارة عن افكتور من افكتورات المجراف، تمام؟ طب يا استاذ ماجد ادخل على الرابط وحط الباسورد، هتلاقي نفسك دخلت عندي على الشاشه، تمام؟ الباسورد غلط. طيب تمام، معلش انا اسف. انا بعت الباسورد الصح. طيب نبدأ على الانهيرتنس، نعرف هو بيعمل الاول. على فرض طبعا الاول انا بس هكبر الشاشة عندي وهخليها مثلا عشان وقت الريندر نخليها وايد سكرين سكوير، بس دي بال انا ما بحبش البال، ليه ما اعرفش اصلا الاسم انا ما بحبوش. هنخليها ان تي اس سي وايد سكرين. نروح ناخد بعد كده اي اوبجكت، اي اوبجكت وليكن مثلا ناخد بلاتونيك، هصغر البلاتونيك ده حبتين واخليه بالشكل ده كده، تمام؟ حاجه بالمنظر ده. هاخد بعد كده البلاتونيك ده احطه جوه كلونر. قبل ما احطه جوه كلونر عايز اعمل له كلون على دايره، بحيث اعمل يعني اوزع البلاتونيك دي على الدايره. هروح على سفير، اسف كوره مش دايره، هروح على السفير وازود بس سيجمنت واحده بحيث تديني سيجمنتس زياده، واقلل بس الراديوس اخليه بتاع 50 ولا حاجه، واجي بعد كده اخد البلاتونيك احطه على او جوه الكلونر. طبعا الديفولت بتاع الكلونر بيديني لينير كلونينج، بيدي لينير كلونينج يعني بيدي تكرار خطي، تمام؟ انا مش عايز التكرار يبقى كده، لا انا منزل السفير دي عشان التكرار بتاع البلاتونيك يبقى على السفير. انا هرفع السفير شويه بس هنا كده، تمام. في حاجة عايز اعملها بالمرة عشان ناخد كل حاجة مرة واحدة. مؤقتا هطلع البلاتونيك ده بره واشيل الكلونر واشيل السفير. انا هعمل انيميشن للبلاتونيك دي. هعمل انيميشن للبلاتونيك. على سبيل المثال لو انا مثلا حطيت 250 فريم بحيث ان انا ازود عدد الفريمز شوية. ومثلا هروح للبلاتونيك واضغط على كووردز واجيب البوزيشن بالمنظر ده كده، ومثلا اودي لورا واحط كي فريم واجيبه مثلا هنا كده واطلعه هنا كده واحط كي فريم وانزله كده واجيبه قدام. يعني حركة بس ايه، انا ما بتنقلش. طيب تاني رايت كليك انيميشن ديليت تراك، تاني ادي كي فريم وارجع لورا وليكن مثلا اخده ل 20 مثلا، ارجع لورا كده واخليه كده. اصبح هو كده واخد انيميشن بسيط قوي، هو كده واخد انيميشن بسيط قوي، تمام؟ لو انا جيت حطيت هنا كده حطيت كي فريم ورجعت قدام، هاخد بس الكي فريم ده اطلعه فوق. طبعا في حاجة في السينما انك انت لو جيت تقف على كي فريم زي ده وعايز اشده فوق الاكسس ده بيمنعك، فانت عشان تشيل الاكسس ده تقوم جاي رايح لفلتر وتقول له اكسس وليكن مؤقتا، سيلكت بقى الكي فريم اللي انت عايزه وارفعه فوق بالمنظر ده كده.
بعد كده روح لفلتر تاني وارجع شغل الاكسس مره تانيه عشان الاكسس ترجع بالشكل ده. يبقى كده ادي الانيميشن بتاعي بالمنظر ده كده. ممكن بمنتهى البساطه هعمل ريفرس للكي فريمز، بس هعكس الكي فريمز ده مكان ده، تمام، بحيث انه يبقى بالمنظر ده. دي الانيميشن بتاعته. طيب الحاجه المعروفه انك انت، ارجع بقى ارجع السفير وارجع الكلونر، هل لو انا تمام، هل لو انا اخدت البلاتونيك ده، السؤال ده انا عايز منكم اجابه عليه، هل لو انا اخدت البلاتونيك ده حطيته جوه الكلونر، هل الانيميشن بتاعه هيفضل زي ما هو؟ هل الانيميشن بتاعه هيفضل زي ما هو؟ يعني هل لو انا عملت بلاي هلاقي البلاتونيك بيتحرك؟ كله قال لا، هو فعلا لا، لان الكلونر لما انت بتحط فيه اوبجكت، الكلونر مش بيكرر نفس الاوبجكت، هو بيعمل انستنسز من الاوبجكت، علشان كده مش هنلاقي الانيميشن. طيب لو انا عايز اخلي الانيميشن دي ترجع تاني، لو انا عايز اخلي الانيميشن دي ترجع تاني، بعد اذنكم يا جماعه اللي بيحرك الماوس عندي يا ريت يبطل تحريك الماوس، تمام. نيجي بعد كده، انا قلت من شويه ان انا عايز اروح للكلونر، تمام. في الحاله بتاعتي انا عايز اخلي البلاتونيك ده يتكرر على السفير، يعني يبقى على السفير. في كلونر هقول له بدل لينير هقول له خليه لي اوبجكت، هقول له خليه اوبجكت، وفي الحاله دي هاخد السفير واحطها لمين؟ للكلونر. اصبح بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، تمام. اذا بالشكل ده كده البلاتونيك اتكرر على مين؟ على السفير، تمام. المهم نيجي بعد كده، انا مش عايز السفير تظهر قدامي، انا مش عايز السفير دي تبقى ظاهره قدامي، انا بس كل اللي انا عايزه ان التكرارات دي هي اللي تبقى ظاهره بغض النظر على الاوبجكت اللي هي نزلت عليه. هاجي على السفير هقوم جاي ضاغط زرار الت واضغط بس دبل كليك على النقطتين اللي هم بنسميهم الترافيك لايتس، النقطتين اللي بنسميهم الترافيك لايتس. طيب كده تمام، مية مية، مفيش مشاكل، زي الفل. طيب انا عايز اقلل الموضوع شوية عن كده. في الكلونر انت ما عندكش هنا حاجة اسمها كاونت، لانك انت مختار المود يبقى فيرتكس، خلاص. طب السبيل الوحيد ليك علشان ان انت تقلل الكاونت بتاعك انك انت تروح للسفير وتقلل السيجمنت شوية، بدل ما هي 25 تمام، ممكن نخليها مثلا ولتكن 15، تمام، حاجه بالشكل ده كده تبقى خفيفه في عمليه الريندر شويه. طيب هل كل اللي انا عملته ده، هل كل اللي انا عملته ده يخلي الانيميشن يرجع ولا الهوا؟ الانيميشن لسه زي ما هو، تمام، ولا رجع ولا اي حاجه. طيب اول وظيفه من ضمن وظائف الانهيرتنس افكتور ان هو
المهم هاجي بعد كده للكلونر اللي انا لسه عامله. انا قلت من شويه انا خفيت السفير. بعد كده كده قلت ان انا عايز ان انا ارجع الانيميشن بتاع البلاتونيك اللي كان موجود من شويه. تمام، الانيميشن بتاع البلاتونيك هيرجع ازاي؟ قلنا دي اول وظيفه من وظائف الانهيرتنس افكتور. طب ازاي هرجع برضو او هعمل الكلام ده؟ هروح على مجراف، ومن مجراف هنقي انهيرتنس افكتور. خلي بالك من حاجه، انك انت لو انت خدت افكتور، تمام، الافكتور ده نزل عادي في الاوبجكت مانجر وانت مش عامل سيلكت على الكلونر، ممكن تحطه عادي جدا. يعني على سبيل المثال او بمعنى تاني، مش لازم انك انت تكون عامل سيلكت على المجراف اوبجكت عشان تنزل عليه افكتور. تمام، هو يفضل انك تكون عامل سيلكت بحيث ينزل عليه على طول، لكن لو انت على فرض انت مش عامل سيلكت عليه، ممكن برضو تخليه ينزل وعلى المجراف اوبجكت اللي انت عايز تعمله. انا مش هعمل سيلكت على الكلونر اهو، هبقى بره خالص وهروح لمجراف، ومن مجراف هاخد انهيرتنس افكتور. طبعا بالمنظر ده هو ما حصلش حاجه، يعني بالشكل ده كده هو ما حصلش اي حاجه. ليه؟ اولا لان الكلونر، تمام، اولا لان الكلونر ما شافش الانهيرتنس افكتور. طب علشان يشوف الانهيرتنس افكتور ايه اللي لازم يحصل؟ لازم في القايمه بتاعه افكتورز الاقي الانهيرتنس افكتور ده. اسحب الانهيرتنس افكتور هنا كده، تمام. بالمنظر ده بقى الكلوننج او الكلونرز اللي موجوده هنا دي هتتاثر بمين؟ بالانهيرتنس افكتور. لو انا جيت عملت كده لسه مفيش حاجه. ليه؟ لان الانهيرتنس افكتور من الافكتورز اللي لازم تقول له فين الاوبجكت بتاعك، فين الاوبجكت بتاعك. طيب في حالتنا دي انا عايز البلاتونيك يدي حركته للكلونر، صح؟ لان البلاتونيك هو اللي بيتحرك. تمام، اذا انا عايز البلاتونيك يدي الحركه بتاعته لمين؟ للكلونر. يبقى انا في الاوبجكت هنا المفترض ان انا هاخد الكلونر اوبجكت ولا هاخد البلاتونيك؟ هاخد البلاتونيك. هسحب البلاتونيك انزله على اوبجكت. لو انا جيت عملت بلاي، حد خد باله من اللي حصل؟ تمام، تاني ماشي. يبقى كده اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا مش عايز اقول بالمعنى الحرفي بالظبط، اللي حصل ان البلاتونيك ادى الحركه بتاعته للكلونر. تمام، طيب حلو قوي لغايه كده، تمام. طيب اللي حصل طبعا حاجه عاديه خالص. ليه؟ انا عندي هنا حاجه اسمها دايركت وحاجه اسمها انيميشن. دايركت هو توارث مباشر، او بيدي حركته او بيدي خصائصه للاوبجكت اللي انت حطيته مباشره. طب لو انا قلت له انيميشن، في الحاله دي بقى الكلونر مش هيتحرك كده، تمام، ويثبت بالشكل ده. هيتحرك كده ويثبت بالشكل ده، تمام. ليه؟ طبعا كده مفيش اي اختلاف خالص، بس الاختلاف عندك على فكره حصل وانت مش واخد بالك. انت لو خدت بالك الحركه هنا ابطا من الطبيعيه، يعني خلصت او هتخلص تقريبا عند الفريم 90. ليه؟ لان انت كده زي ما تكون عملت ستريتش للحركه، زي ما تكون انت عملت ستريتش للحركه، او بمعنى تاني وسعت المسافات بين الكي فريمز، وسعت المسافات بين الكي فريمز. طيب عندك هنا ستارت وعندك اند. لو انا خليت الاند دي ب 20، بصوا كده اتحرك على طول، صح كده؟ اذا انا من هنا اقدر ان انا اعمل ستريتش
خلاص، او شرينك يعني اقدر ان انا امط الحركه او ابطئ الحركه واقدر ان انا اسرع الحركه. طيب ايه كمان؟ لا ده في كتير. هخلي دي 90 زي ما كانت، وهعمل او هغير الترانسفورم سبيس، بدل ما هو جنريتور هخليه نود. جنريتور بيعمل ايه؟ بياخد الحركه زي ما هي ويحطها للكلونر خلاص، فياخد نفس حركه البلاتونيك. لكن لو نود هيحرك الكلونر في مكانه اهو. لو قلبتها نود، بصوا كده اللي هيحصل، بصوا كده اللي هيحصل هنا. انا مثالي كلكم شايفين انا عملت زومت شويه علشان تبان عند الكل. انا مش عارف الزوم ظهر ولا لا. اه كده ظهر. لو انا جيت عملت بلاي، حد فيك شاف الحركه عامله ازاي؟ تاني ما حدش فيكم شايفها. طيب انا هعمل حاجه بسيطه، هخلي الكواليتي قليله شويه بحيث ان احنا نشوف الحركه اسرع من كده. هعمل بلاي تاني. تمام، وهخلي دي ولتكن 100 فريم. تاني ماشي يا جماعه كده، وضحت الحركه عامله ازاي؟ خلاص. اللي حصل ان الكلونر تمام اتحرك لكن في مكانه، او بمعنى تاني خد حركه البلاتونيك لكن في مكانه، خد حركه البلاتونيك لكن في مكانه. يبقى اذا انا لو انا حولت الترانسفورم سبيس من جنريتور بالظبط، هو مش بالظبط حاجه زي كده، انكماش وتمدد، يعني حاجه كانت بسيطه وبعدين زي ما تقولوا كده بالبلدي اتنفخت. تمام، لو انا جيت عملت، لا هي مش حركه بسيطه للخارج، انا هوقفها او همشيها فريم فريم. تمام، علشان تاخدوا بالكم منها، انا همشي فريم فريم. يعني ادي انتوا واخدين بالكم اللي بيحصل، هو بينكمش. تمام، انا ماشي بالراحه، خدتوا بالكم اللي بيحصل ايه؟ هو واحده واحده وبعد كده هيبدا ايه؟ يرجع تاني. طبعا الحركه دي انت لو شفتها مثلا في اي برومو، او لو شفتها مثلا في اي اعلان، هتقول انها حركه معقده جدا وحركه صعبه جدا، لكن اديك شفت جت بحاجه بسيطه قوي 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 قوي. خدتوا بالكم دلوقتي من الحركه بالتفصيل، انا حركت لكم فريم فريم. تمام، طيب هل هو هيقف لغايه كده وبس؟ لا، عندي حاجه اسمها لوب انيميشن. لوب انيميشن هيخلص ويشتغل تاني، ويخلص ويشتغل تاني، ويخلص ويشتغل تاني. تمام، طيب ايه اللي بعده؟ اللي بعده عندي حاجه اسمها ستيب جاب. تقدر تعتبر ان ستيب جاب ترحيل فريمات، ترحيل فريمات. تمام، بمعنى ان هو بيعمل فريم وينط اللي بعده ويعمل اللي بعده، بيعمل فريم ويعدي اللي بعده ويعمل اللي بعده. فلو انا مثلا جيت قلت له ايوه بالظبط بالظبط، بس في حاجه بقى، ان ده من 0 ل 90. انا لو عايز اعمل دي، لو عايز اعمل دي حاجه زي انقباضة القلب وانبساط وكده، مش هخلي دي 90، هخلي دي وليكن مثلا 30. هخلي دي وليكن 30. بصوا كده، تمام، طبعا الفريمات سريعه شويه فما تلحقوش تشوفوا انتوا الحركه، لكن ان شاء الله هتشوفوها في التسجيل شكلها عامل ازاي. تمام، ده كده، او يعني نقدر نقول الاخ انهيرتنس افكتور. طبعا لسه هتكلم على حاجه كمان جايه دلوقتي.
هرجع دي ل 90 دي تمام بالمنظر ده. طبعا كل ده كان على مين؟ على الحركه بتاعه البلاتونيك. على فكره لو انت رحت غيرت في اي كي فريم، في اي كي فريم من البلاتونيك، انا عملت سيلكت على فكره على البلاتونيك اهو، وهلف دي كده، همسك الكي فريم ده مثلا وانزله مثلا وليكن لتحت، همسك الكي فريم اهو تمام وانزله لتحت كده مثلا، وارجع كده واشوف بقى ايه اللي حصل. حد خد باله؟ بدل ما كانت فوق بقت لتحت تمام. انا مش ما استظرفش تحت دي اصلا تمام، فهرفع كده واجيبها. بصوا كده لو راحت لورا ايه اللي بيحصل؟ طبعا انت بتحرك لغايه ما تاخد حركه معقده زي ما انت عايز تمام. نرجع كده نشوف ايه اللي هيحصل. تمام طبعا انت عمال، الله يخليك يا محمد، طبعا انت عمال تاخد في افكت طالع داخل والدنيا معاك جميله جدا. طيب ده كده بالمنظر. طب لو انا زودت الستيب جاب، يعني لو انا خليته يوقع فريمين وياخد يعني مثلا هيشتغل فريم صفر ويوقع واحد واثنين ويشتغل ثلاثة مثلا. طب نجرب نخليها خمسة، نخليها خمسة. بصوا كده اللي هيحصل. ماشي، هنلاقي لو انا مشيت كده، انا عمال ماشي فريم فريم عشان تشوفوها، شايفين واحدة عمالة تطلع من فوق، واحدة عمالة تطلع من تحت، وبعدين وراها واحدة تانية، وبعدين وراها واحدة تالتة، هتلاقي عمالة تلف حوالين نفسها. تمام؟ طب لو انا خليت الستيب فريم بفريم واحد، وعملت كده، شفتوا اللي بيحصل ايه؟ شفتوا اللي بيحصل ايه؟ بتاخد، عارفين زي حاجه بتتخرط، تاخد واحده وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه وبعدين الرابعه، بتلف حوالين نفسها زي الحلزون كده. ماشي، كل ده بكام تكه؟ بسيطه خالص خالص خالص. تمام؟ اللي ما فهمش الستيب افكتور، او ما في اسف ما فهمش الستيب جاب، هقولها لك بطريقه ابسط. بيأخر كل حركة فريم عن اللي قبلها، عن اللي بعدها، كل حركة بتتأخر فريم عن اللي بعدها. تمام؟ تاني همشيها واحدة واحدة أهو، زي ما أنتم شايفين. بصوا شايفين فوق اللي بيحصل؟ شايفين فوق اللي بيحصل؟ بصوا بعدين هتبدأ تاخد الدايرة اللي وراه، لما تخلص ياخد اللي وراه. تمام؟ وهكذا 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 لغاية تمام؟ ما ياخد اخر واحدة. تمام؟ اذا ياخد واحدة وبعدين التانية وبعدين التالتة لغاية ما ياخد اخر واحدة. طيب ده كده الستيب جاب. طب لو انا رحت في البارامترز، لو انا رحت في البارامترز، البارامترز طبعا بيقول لك الانهيرتنس افكتور، انا ما شفتش، بس يعني هي بصراحة احنا يعني ممكن واحد عشان يقعد يعمل ديزاين في الحته دي يقعد ساعتين، لان كل حركه بافكت تاني، كل حركه بافكت تاني. طيب هنا هنا الانهيرتنس افكتور شغال على ايه؟ كده هو شغال على بوزيشن وسكيل وروتيشن. لو انا شلت سكيل مش هيشتغل سكيل، لو انا شلت بوزيشن مش هيشتغل بوزيشن، هيشتغل روتيشن فقط. طب ما تيجوا نعمل روتيشن للبلاتونيك، ايه رايكم؟ نعمل روتيشن للبلاتونيك. هرجع لزيرو واروح للبلاتونيك واروح لكوورتس واعلم على، او اضغط على حرف الار واضغط كنترول مع كليك عشان ادي كي فريم، واروح هنا مثلا ل 10 واعمل اي راندوم، اي حاجه كده راندومايز. طبعا مش قيم، يعني كله كده ايه
عشوائي. يا نهار ابيض، تمام كده مثلا. خلاص، واجي ازود 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 واعمل كليك. تمام، طبعا الدنيا هنا هتلاقوها ايه، بقت هنا. طيب انا لو جيت عملت كده، طبعا هو على فكرة هو كده عايز فريمات كتير، يعني عايز مثلا دي تبقى 250 عشان يكمل لاخره. طيب امشيها لكم فريم فريم، ايه رايكم لو مشينا كده؟ شايفين، بصوا من تحت اهي، شايفين شايفين الروتيشن هتبدا تتحرك تتحرك تتحرك. تمام، ويبدا ورا بعض لغايه، بص تحت بقى هتلاقيهم بيرجعوا يترصوا للشكل الاولاني تاني، هيرجع تاني تمام لشكله الاولاني. طبعا انا قلت يعني امكانيات لا نهائيه، كل تكه وكل حركه هيديك افكت تاني، كل تكه وكل حركه هيدي افكت تاني خالص. تمام، لغايه ما في الاخر يرجع زي ما كان. ادي ده تمام. تمام بالظبط، انت ناقصك تحط مثلا كاميرا، تحط خامه واضاءه، وحالا نحط خامات واضاءه. ماشي، طيب كده ده الانهيرتنس افكت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده كده الانهيرتنس افكت اللي انا عملت كده عشان اشوف الدنيا ماشيه ازاي، هلاقيها شكلها بصراحه تحفه. طيب كده عرفتوا الانهيرتنس افكت بيعمل ايه. هوقف الجزء ده تمام، واشوف لو في اي اسئلة عشان نخش على الجزء اللي بعده.